في واحد اسمه باولو كويلو، شو بيحكي لك؟ بيحكي لك لا يغرق المرء لأنه سقط في النهر، بل يغرق لبقائه مغمورا تحت سطح الماء. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هاني حسين من hanihsain.com، حلقة جديدة من The Prophet Show، الحلقة رقم 3. فهي الحلقة حتكون مختلفة شوي عن الحلقتين السابقات. اليوم حيكون معانا ضيف إن شاء الله رب العالمين، وأحاول الفترة القادمة أكثر من هاي هذا النوع من الحلقات إن شاء الله رب العالمين، لأنه أنا بحس إنه بيكون مفيد بشكل كبير ودايركت بالنسبة لكم إن شاء الله رب العالمين. اليوم حيكون معنا الضيف أخونا محمد من المغرب، اللي بصراحة كان كريم جدا معنا وبمعلوماته اللي حتسمعوها رائع جدا إن شاء الله رب العالمين، حتستفيدوا من هذه الحلقة ومن المعلومات اللي حتكلم عنها. أخونا محمد راسلني من فترة ليست بالقريبة، يعني فترة من تقريبا آخر 2015، راسلني بإيميل في مجموعة من أرباحه وحكالي عنها لمجرد المشاركة، يعني من غير أي أسئلة كانت. طبعا شفت الإيميل تبعه وأعجبت جدا بالموضوع وما شاء الله عليه، وحاولت أعرف إنه إيش اللي بيعمله وكيف حب يطوره، يعني حاولت إني أساعده قدر الإمكان. طبعا عرفت منه إنه بيشتغل باليوتيوب، فيديوهات يوتيوب مع منتجات كليك بانك فقط. تمام. الآن بعد هذا الإيميل وخلص وعرفت أسلوبه وعطته بعض النصائح انتهينا. الآن في قبل تقريبا أسبوع أو أكثر قليلا أرسل لي إيميل آخر في أرباح أخرى وتطور جميل جدا، يعني في نفس الأسلوب اللي بيعمله. أرسل لي إيميل آخر في صور عن الأرباح، شاهدت الصورة بصراحة واضح جدا إنها يعني مش مفبركة أو مش معمولها فوتوشوبية، فعلا صورة حقيقية. فقمت بصراحة بعد ما شفت الإيميل الثاني يعني صار عندي فضول وحبيت أعرف هل هو في عنده مشكلة في إنه يشاركنا أسلوبه ورحلته في العمل وكيف بيجلب هاي المبيعات فقط عن طريق استخدام يوتيوب. ففعلا سألته بإيميل وحكالي أوكي، ورتبنا لقاء وسوينا اللقاء اللي حتشوفوه الآن. لقاء إن شاء الله يكون فيه معلومات حلوة جدا وأتمنى أنكم تستفيدوا. نروح نشوف اللقاء وشوفوني بعدين اسمعوني بعد اللقاء عن بعض النقاط اللي أنا حسيت إنها هي التي جعلت منه يبدأ الأرباح فعلا بالشكل اللي أنتوا حتسمعوه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أخي كيف حالك؟ السلام عليكم سيد هاني حسين. الحمد لله، وأنا سعيد بهذه المقابلة وأنا سعيد معك شخصيا. الله يبارك في عمرك يا رب. طيب ممكن تعرفنا عنك، اسمك، عمرك، ساكن وين، يعني الناس يعرفوا عنك أكثر. فبدء أرحب بكم وأقول أن رمضان كريم ويا رب يدخل عليكم بالصحة والهناء، كما أهني أيضا متابعين مدونة هاني حسين دوت كوم. فكل عام وأنتم بألف خير. فأخوكم محمد من المغرب، فأشتغل إني خريج ثانوي فقط، أشتغل أونلاين منذ تقريبا سنة، عمري 27 سنة. ما شاء الله، انت بتشتغل اونلاين من تقريبا سنة، يعني بدأت سنة اهتمامك في الاونلاين وبدأت تهتم بهالموضوع من سنة واحدة فقط. نعم، بداية من سنة، لكن تعرفي على الانترنت كان منذ سنة 2012 تقريبا، يعني 6 سنوات. تمام. وبدأت فعليا تقرأ عن الانترنت ماركتينج والبزنس اونلاين تقريبا من سنة فقط. أنا بدأت التطبيق فعليا منذ سنة، يعني تقريبا أنا بطالع وبقرأ على مدونة، يعني مدونة محمد فوزي والأستاذ محمد عبد التواب ومدونة القديمة لها مدونة هانيفسين دوت كوم. ما شاء الله. طيب جميل. ف
فكان حبي لي الاطلاع فقط، ما كنت أطبق. فما للأسف كنت أعمل بوظيفة، وانشغالي بوظيفة أكثر مما شغلت بالمطالعة أو بالقراءة. نعم. وحاليا عفوا انت ما بتشتغلش، يعني ما فيش عمل ثابت إلك، ولا اونلاين فقط، ولا ايش؟ بصراحة انعزلت كليا عن الوظيفة، ويعني شغلت أونلاين فقط. تمام. انت عفوا متزوج؟ لا لا، ما زلت شاب. تمام، ما شاء الله. طيب، وما حسيتش في فرق لما بطلت الوظيفة؟ ما حسيتش في مسؤولية اكبر؟ ما حسيتش انك انت هيك يعني استغنيت عن راتب ثابت ممكن يوصلك كل شهر، بينما انت بالاونلاين ممكن يكون في خطورة؟ صحيح، صدقني أستاذ عبد الحسين، انعزلت من الوظيفة، فكان مشكل راتب، مش تأمين، مش ولا شيء. لكن كان لي تحدي، وكنت بعمل في موقع خمسات للخدمات المصغرة فريلانسر. تمام. كنت بعمل بشتغل بدولارات قليلة معدودة، لكن مؤمن بأني سأنجح يوما ما. ما شاء الله، حلو جدا والله يا أخي، ما شاء الله. إن شاء الله يا رب التوفيق وتنجح أكثر أمين وأكثر يا يا رب، رب إن شاء الله. أمين يا رب. طيب، أوكي، الآن أنت بدأت تهتم بالعمل أونلاين وتقرأ أكثر عنه، بداياتك فيه كانت بأي أساليب؟ يعني إيش اللي جربته؟ إيش اللي اشتغلته؟ حابب إن نورجي الناس يعني يشوفوا إنه الواحد مش من أول تجربة بيعملها ممكن ينجح، يعني ممكن فعلا يجرب ويخسر، يجرب ويخسر، لما يجد اللينك أو البلان الصح اللي هو مناسب لإله ولشخصيته لوقته، بعدين تبدأ الأرباح فعلا بالنسبة له تزيد. فأنت بداية بإيش بدأت؟ يعني أول إشي طبقته فعليا هو إيش؟ بصراحة أنا كنت أتطفل على، يعني أنا على دورة كليك مارك 2015، يعني ما لكن بحب مراجعة وأحب أستفيد. لكن عندما وصلت يعني تقريبا يعني جلب ترافيك من اليوتيوب، بدأت فعليا يعني تقريبا أخذت منتج في موقع كليك مارك، وعملت له فيديو بسيط جدا، أخذ صور من المنتج وعملت له صوت بسيط جدا، وعملت نشر في اليوتيوب. فبعد ما شاء أسبوع الله. تقريبا جلب لي مبيع. أوه، مبيع هذا من فيديو بسيط جدا، فقمت بحذفه وقمت بتطوير القناة، وأضفت فيديوهات أخرى هي فيديوهات تابعة للمنتج، لكن قمت بتعديلها وإضافة اللوجو في البداية، وفي النهاية أضفت يعني اللينك في الوصف. فكانت بداية، يعني ما كنت يعني أصدق بأني سأنجح. كليك بانك هو كليك بانك للمحترفين ليس للمبتدئين، هذا ما كنت أتصور. لكن جميل. في بداية يعني تقريبا بعد شهر يأتي مبيع آخر. أوه، مبيع آخر. أوه، توقفت، يعني راجعت المنتج. أنا المنتج كان ذات جودة عالية، منتج في تابع لكليك بانك، يعني مش كوميشن كبير جدا، يعني 50%، لكن انه ذات جودة عالية ويقدم حلا لمشكلة. يعني عفوا، انت كنت عفوا على المقاطعة، معلش بس لازم السؤال عشان في ناس اكيد بتفكر فيه. انت يعني استخدمت الكي ووردز في ترتيب فيديو اليوتيوب في جوجل، ولا انت كنت تعمل الفيديوهات على اليوتيوب وتجلب لهم ترافيك؟ في صراحة في بداية كنت أعمل فيديو ريفيو فقط، اسم المنتج بإضافة كلمة ريفيو. تمام. بعدين أضفت فيديوهات. يعني أنا بصراحة أنا أبحث عن منتجات، يعني المنتج الذي بحثت عنه هو منتج يعني موجود صاحبه، يعني له قناة على اليوتيوب، صفحة فيسبوك، شخص موجود تمام. فعليا في صفحة البيع، يعني يتحدث أنه بشكل مباشر وأنه يستطيع بحل يعني حل هذا المشكل. فأنا أتابع وأبحث 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 أدور. فلما وجدت صفحة فيسبوك مثلا، أخذت فيديو ريفيو بسيط جدا ورفعت، يعني عملت له مونتاج بعض إضافات وعملته على قناتي اليوتيوب. بعدين عملت بحث في الكيورد، يعني أدوردز، عن كلمة مفتاحية.
تمام. كلمة مفتاحية عادية جدا، وضعتها على فيديو ما جنب لي ما بين، وضعت فيديو آخر فيه كلمة معلوماتية، وإلى الآن صدقني أستاذ هاني حسين يجلب لي كل يومين مبيعات. ما شاء الله، جميل جدا. شايفين وضعت يعني الموضوع مش صعب زي ما الناس مفكرة، هو اللهم بدها شوية بحث والواحد يجرب أكتر. وزي ما أنت حكيت، الفيديو اللي أنت شايف إنه ممكن يجي منه أكتر، ما فيش أي مشكلة إنك تعمل له ديليت وتعمل غيره، صح؟ يعني ممكن، يعني أنت عارف إنه هذا الفيديو لو كان أحسن حتيجي منه مبيعات أكتر، فمعلش استغني عنه واعمل واحد أحسن منه، ما فيش أي مشكلة يعني. جميل، ما شاء الله عليك أخوي، تفضل. نعم، فعملت بعض الفيديوهات، يعني عملت بعض الفيديوهات، دي فيديوهات تأتي المبيع في اسم كيور، وفي مبيعات فيها معلومات تأتيني بأكثر. فلما درست حاليا دورة أدزنس، ولما علمت أن جوجل يهتم بالمعلومات، أصبحت كل فيديوهاتي معلومات خلاص. ما شاء الله، صح. يعني الفيديو الذي يأتيني بالمبيعات هو معلوماتي، هو فيه عنوانه، يعني فيه هاو، يعني فيه كيف، صح، وبالتالي فالناس تبحث عن معلومات أكثر مما تبحث عن اسم فيه معلومات بسيط جدا. جميل. طيب وبالنسبة للفيديو في الداخل، انت بتعمله بصوتك او بتحط كاميرا وبتتكلم للناس، ولا مجرد باوربوينت كتابة ومع موسيقى؟ كيف بتعمل الفيديو في الداخل؟ اسمح لي على السرعة أستاذ هذا حسين. بصراحة يعني أنا لما أعمل فيديو أعمل في موفي ماكر، موفي ماكر تابع للويندوز، يعني تمام، يتابع الشخص البائع على الكليك بانك على صفحة البيت، يتابعه صفحة، يتابع صفحة فيسبوك، يتابع صفحة على اليوتيوب، يتابع بروفايله، ما شاء الله يتابع عليه. يعني عمل اسم المنتج في جوجل، وابحث تدور الناس ماذا يفعلوا. فلما اجد فيديوهات موجوده بالفعل، هي موجوده، لكن انا بحطها في موفي ماكر، بأضيف كبدايه يعني ترحيبيه للمنتج بلوجو الخاص به وبتقديم، في النهايه في الوصف اضيف صور في مقطع الفيديو جزئه، فأضع صور بأن هناك لينك في الوصف، ثم جميل، أضع في الختام في النهاية بأن هناك رابط للمنتج داوني فري داوني في الوصف. هذه كانت في السنة الماضية، في سنة 2015 تقريبا، تمام. يعني أتت لي مبيعات. يعني أنا ما صراحة ما بهتم بهذا الموضوع، يعني تقريبا بعمل ساعة في الأسبوع، كل يوم سبت وأحد أعمل ساعة فقط، تمام، يعني مش اهتمام. لكن عندما قررت أنني سأهتم بكليك بانك في سنة 2016، بدأت يعني أخصص ساعتين تقريبا في اليوم. ما شاء الله. طب انت ممكن، بما انك انت ما فيش عندك شغل، ممكن تخصص اكتر من ساعتين وتشتغل اكتر وتحط فيديوهات اكتر، ليه ماسك نفسك برينج صغير يعني في العمل؟ أنا بصراحة كنت يعني مشتت ذهني في كان في الخدمات المصغرة، يعني تاخذ وقت يعني نعم، اه نعم، تاخذ وقت فاضي، وحتى مثلا كنت يعني بدرس أسواق المالية حتى تاخذ وقت كبير جدا، يعني نعم، ما بيهتم بالسوق، يعني كنت يعني ما بيعتبر أن الربح من كليك بانك أنه سهل جدا. لكن عندما أعلنت بعد شهر تقريبا عمل تحدي، فخصص تقريبا 4 ساعات في اليوم، ما أعمل شيء، أعمل فيديوهات، أعمل سيو داخلي، أعمل سيو خارجي فقط. ما شاء الله، ما شاء الله، جميل جدا. طبعا انت هيك مركز، انت عارف بالضبط اسلوبك ومركز فيه لوحده، مستمر فيه لوحده، هو هذا الصح، هذا اللي بيجيب فلوس، هذا هو الشغل الصح بصراحة. ما شاء أنا الله عليك، صدقني أستاذ هاني حسين، يعني عمل تحدي وعمل فيديوهات، يعني انتهت من منتج ثاني، أضفت منتج ثالث، يعني منتج ثالث عملت له تيستين توقف، يعني ما بجيب لي مبيع، تعبت عليه. يعني بعمل وصف، بعمل بحث عن الوصف، بعمل بحث عن العنوان، بضيف كيبورد، بضيف مشاهدات من موقع خمس، بيشتريها ب $5،
يعني بيزيني افضل يعني مشتري بيجي يجد فيديو ب 60 مشاهده، يعني هذا صعب. نعم فدورت في خمسات لاشتري مشاهدات، فما كنت في البدايه انفق حتى وجدت ارباح يعني تقترب من 1000 دولار، ثم بدات انفق على مشروع. صدقني استاذ فيصل، جميل، ما شاء الله ما شاء يعني الله. طيب يعني ما تفضل. استعملت المسائل المدفوعة حتى في آخر المطاف، يعني حتى بدأت أرى أرباح يومية، فبدأت أنفق بعض المال في خمسات لشراء المشاهدات. طيب، وهل فبديت وهل وهل شاهدت انه في تحسن من شراء المشاهدات من خمسات؟ يعني هل هناك فائدة من هذا الموضوع؟ هي مسألة أرقام، يعني هي مسألة يعني سيو اصلا، يعني السيو يعني من اولوياته ان يعني تكون، يجب تكون يعني مشاهدات كبيره، ومن جميل، اولويات صح. اخرى ايضا الفيديو الذي يجب ان يكون في بجانب قائمه الفيديوهات، يعني جانب يعني تكون مشاهده على الاقل 1000 مشاهده، على الاقل 1000 نعم مشاهده. بس بدات انفق بعض الدولارات على شراء المشاهدات. طب، وغير طيب المشاهدات على ماذا ممكن تنفق؟ يعني في خمسات أو غيره، غير المشاهدات ماذا تفعل؟ لا يعني يعني هل تنفق على المشاركات مثلا، أو على التعليقات، أو غير المشاهدات ماذا تفعل؟ بصراحة أنا السيو يعني بدراسة عن السيو أن الفيديو يعني من عوامل السيو أيضا نقرات، مثلا إن كان الفيديو مرتب مثلا في جوجل يعتمد على النقرات، وأيضا نعم نشر على السوشيال ميديا هذا مهم جدا. تمام، صح. فما اعتمد عليه، انا صفحه فيسبوك اعمل لها كل فيديو اعمل له شير، جميل، لكن واضع صفحه يعني خاص، حساب خاص في تويتر، اقوم بكل لحظه يعني انشر يعني تويت على الفيديو. يعني من عوامل السيو اني على حسب دراسه يعني من خبراء السيو، ان التويتر يؤرش، ليس يؤرشف بل يصعد بالفيديو الى محركات البحث، هذه دراسه تمام، جدا. فركز تويتر باكثر من الفيسبوك وجوجل بلس، يعني تويتر افضل. يعني الباك لينكات عندك بس من الفيسبوك وتويتر، وهي الأمور اللي فيها بروفايل ممكن تحط فيه لينك الفيديو، صح؟ وهل ليس تأخذ هل تأخذ لينك الفيديو كما هو، يعني بتحطه على تويتر، ولا بتختصره، ولا إيش بتعمل؟ لا، انا من عوام من هدفي من نشر الفيديو في تويتر ان يعني يجلب لمحركات البحث يعني اشاره بان الفيديو منتشر على تويتر، وبالتالي سيصعد به الى محركات البحث. واغلب الفيديوهات القديمه هي موجوده في الصفحه الاولى في محرك بحث جوجل في قائمه الفيديو. انا حلو، ما بعمل شيء، يعني بنشر فقط في الفيسبوك والتويتر. يعني بتاخذ اللينك كما هو وبتحطه بالفيسبوك بتويتر، نعم لينك الفيديو اللي في الادرس بار. نعم انا ما بعمل شيء يعني معقد او شيء بسيط جدا، يعني ما يحتاج تمام، دقيق. لكن صدقني يا استاذ هاني حسين، لما عملت قناه وجلبت مشاهدات في فيديو في منتج بكليك بارك اعلى جرافيك، تقريبا شهر لم يجب لي مبيع. ما الحل؟ حذفت خلاص الفيديوهات، حذفت القناة، يعني فيديو ما يعني طريقة يعني مش يعني بصراحة يعني ممكن أن تفشل، يعني ليس تمام. كل الفيديوهات أنها تجلب مبيع. يعني ما هو هذا هو الصح، انه انت مش فيديو، مش كل فيديو هتعمله هيجيب لك مبيع، نعم فمش تستسلم، لا، تدور على غيره، تدور على منتج نعم تاني، نعم تدور على انك تعمل فيديو شكله مختلف. يعني فالواحد فعلا لازم، يعني ما شاء الله عليك، الاشي اللي مش مظبوط خلاص سيبه او تعدله، المهم انك تستمر، ما تخلي فيديو واحد يسيب الموضوع كله. فكلامك صحيح وما شاء الله عليك، تفضل. فعملت يعني المنتج الأول كان منتج رائع، يعني في بداية فيديو المقدم صاحب الفيديو، فيه أسفل الفيديو فيه ضغط زر شراء، بعدين كلام شهادة عملاء زر شراء، هذا ما تمام، عملت، يعني عملت أخذت انت ما اشتريت المنتج، انت فقط من تحليلك لصفحة الشراء حسيت انه المنتج جيد، صح؟ لا هو جلبني انه يعني اقنعني باني ممكن اشتري هذا المنتج، المنتج اصلا جيد في صفحه هبوط مقنعه للزائر،
وانه يقدم ذات قيمه، يعني شخص جميل. يعني كمثلا هاني حسين يتكلم، مش يتكلم شخص اخر يكتب فقط كلام فارغ، يعني مش شخص متكلم وضابط يعني شغله. وهكذا ما شاء الله. عملت على منتج ثاني، وعملت الان حاليا اعمل على منتج ثالث. وسبحان الله يعني انا بعمل فيديو من تقريبا شهر بيجيب لي مبيعتين ثلاثه اربعه، يعني اصبحت الامر عادي جدا بسيط عندي جدا. عمل فيديو اخذ له وقت، برفعه بعمل سيو بمر فيديو تمام، اخر، برجع جميل. الفيديو يعني القديم بعمل له سيو اخر مره ثانيه، وثم اتابع اكمل. نعم. اوكي حلو. طيب بالنسبة لخطتك انت الآن لازم تتطور، ايش الخطة اللي عندك عشان تتطور اكتر، يعني مبيعاتك تكتر اكتر، كيف تفكر في تطوير نفسك اكتر بهذا الموضوع؟ نعم، تقريبا منذ شهر يعني قررت اني احجز دومينا لوضع اللينك في وصف الفيديو، بما اني تاتيني مبيعات تقريبا الى حد حلو، الساعه تجاوزت 1500 دولار في ما شاء دومين. الله، ربنا يبارك يا رب. امين يعني، شكرا لك. يعني تقريبا تاتيني مبيعات، فقلت يعني لو اضفت الرابط في وصف الفيديو ستاتي بجلب مبيعات اكثر واكثر. صح، حجز دومين دوت كوم من استضافة ايباج، يعني انا تمام، ما بحتاج دومين يعني بضيف مقالات كثيرة، انا بضيف يعني مختصر رابط فقط. صحيح، لما رجعت دورة كليك بارك 2015 وجدت اضافة اسمها افيليت لينك لوكين، يعني هذه اضافة اختصار روابط في ووردبريس. نعم، انا ما بحترف الووردبريس، انا ووردبريس هي بسيطة جدا، بعمل تنزيل بعمل اضافة، صحيح، اضافات وبعمل بسيط جدا، ما بيتطلب الامر مهارة. المهم عملت موقع وعملت اضافة لاختصار روابط من كليك بارك، قمت بحذف الروابط التي كنت في السابق اختصرها على موقع بيتي دوت كوم، كنت تمام، اختصر على موقع بيتي دوت كوم، فحذفت واضفت موقع دوت كوم على جميع الفيديوهات والقنوات والجوجل بليس ايضا، لان يعني كل قناه لها حلو. صفحه على جوجل بليس. لا، خطوة حلوة مهمة يعني، ما شاء تمام. الله. في بعد تقريبا 6 ساعات جاني مبيع من الدومين نفسه، من اختصار يعني من رابط الموقع في وسط فيديو، ما يعني شاء بدل الله، ما حلو. يجيني في الوصف جاني مبيع من الفيديو. بعدين ربما تأخرت على المبيعات، جاني مبيع تقريبا من الوصف، من وصف الفيديو على بيتي جميل في جميل. طبعا طبعا، عفوا عفوا اخوي محمد، خليني بس افهم الناس الان. هو اخوي كان زمان يحط لينك بتلي في وصف الفيديو، يعني اسفل الفيديو في الوصف. اوكي، الان لما اشترى دومين اصبح بامكانه من داخل اليوتيوب انه يحط اللينك في داخل الفيديو نفسه، مش بس في الوصف. فهذا طبعا بيساعد على الكليك، بيساعد على الزوار، يعني بدل ما الزوار تنزل وتعمل كليك في الوصف او اللينك بيطلع مباشره في الفيديو نفسه. فهذا هو الفائده من وضع الدومين، شراء الدومين وربطه مع قناه اليوتيوب نفسها. تفضل اخوي كمل، معلش بس عشان حسيت انه ممكن لو واحد سامعنا مش هيفهم بالضبط تمام. الفكره. لا تفضل. انا اتكلم بصراحه، اتكلم بسرعه وخلاص. لا ولا يهمك يا اخوي، تفضل ولا يهمك، الله يرضى عليك. مهم اني عملت يعني في فيديو فيه معلومات ياتيني بكل يوم او يومين مبيع، ما شاء الله، فتقريبا 3 ايام لم ياتيني مبيع. فبحثت عن، قررت انا اعمل تيستينج، فوضعت رابط بيتلي، رجعت موقع بيتلي في الوصف لأعرف أين المشكلة. في يوم آخر أتاني مبيع من الوصف من موقع بيتلي، يعني أنا تمام، بعمل يعني في كليك بارك عامل الاي دي الخاص بالرابط لكي أعرف مصدر طبعا عشان تعمل تراكنج، تعرف المصدر هل جاء من لينك الدومين ام من لينك بتلي. تمام، ما تمام. شاء الله. فنظرت إلى الموقع قليلا، تأملت فيه، أما الدومين مش دومين كويس، دومين مفزع اسمه ديتاي برودكت، هذا اسمه دومين استدعاء مفزع.
يعني ربما المشترين ما خجلوا من الدومين وخافوا وما اشتروا، فقرر تمام، ممكن صح. أن يضيف $12 أخرى باشتراء دومين آخر من إيباج نفسه، رغم أن إيباج إضافة ضعيفة. ورأيت من ذلك أن كنت أعمل مع صديقي وعمل دومين من إيباج، فكان يعمل موقع إخباري، فتوقف يعني على لديه يعني محدود، مخزونية محدودة. صح. الباند ويث اقل، السرعه اقل، الاي بيج، وانت طريقتك تعتمد على انه الشخص لما يعمل كليك الريدايركت لازم يصير بسرعه علشان الناس ما تعملش كلوز او توقف اللودنج تبع الموقع. اوكي، فهي هاي المشكله. لو استضافتك كانت سريعه كثير فحتكون افضل بكثير طبعا من استضافه بطيئه. فقررت ان اغير اسم الدومين، الدومين مش كويس، تمام، غيرته لاسم المجال، حلو. فاصبح الامر عادي جدا كمثل في السابق، ولكن تطور افضل، لان يعني اصلا المبيعات تاتيني اكثر في وصف الفيديو، لان يعني بحط الملاحظه، يعني هذا يعني انا ما بتكلم عن هذا، هذا مدروس استاذ حسين في دوره البنك، نعم اللي يشاهده يشاهد يعني وضع الملاحظه في الجانب او الوصف، يعني اضع الملاحظه في جانب فيديو كل دقيقة يعني أقوم بوضعها في جانب آخر، ثم في الوسط فيديو، ثم أقوم بوضعها في جانب، يعني مش جميل. مزعجة، يعني هي تنبه المشاهد بالضغط على تحميل المنتج. حلو جدا. فما شاء الله يعني أصبحت المبيعات تضاعف، فقررت ما شاء الله. تجاوز تقريبا $1000 من كليك بارك، فقررت أني أضيف مقالات، لما لا أعمل مقالات؟ يعني تأتي المبيعات. تمام، جميل. لا بالعكس، حلو جدا. فقررت أني يعني أخطط لهدف، يعني هدف بسيط تقريبا، أنا أجني ربح تقريبا من كليك بارك من $2000 إلى $5000، إن شاء الله يا رب. كبيرة، لكن في نظري إنها تحتاج إلى 3 تحويلات سنوية، 3 تحويلات يومية، يعني بسيط جدا. أنا الآن أحصل على تحويل تقريبا، وكان هدفي 3 تحويلات، وبالتالي يعني الموقع سيساعدني بشكل كبير جدا إذا أضفت مقالات. جدا طبعا. انت بوضع موقع انت بتزيد مصادر الدخل. يعني انت الان الفيديوهات ما شاء الله جميله، وانت خلاص عرفت تشتغل فيها، وتقريبا يوميا مبيعه مع التطور ومع استمرارك للموضوع حيصير يوميا مبيعتين وثلاث. الان عملك للموقع حيزيد مصدر الدخل، يعني انت بيصير عندك سورس اخر ممكن يجيب لك ايضا مبيعات. فهذا هو الصح، انت بتفكر بشكل صحيح جدا، وتطور يعني فعلا صحيح، ماشي واحده واحده وبتركيز، وبتتطور في الوقت المناسب. تعرف لو انت عملت الموقع من البدايه كان ما عرفتش تركز لا بالموقع ولا بالقناه، بس انت ماشي بشكل صحيح 100%. ما شاء الله عليك. فحاليا اضيف مقالات ريفيو، وبعض المقالات يعني بعض المقالات لا اشتريها، لكن يعني موجود عندي مقالات بديف لكن لا استعملها. فما حاليا بدات يعني في الريفيو اكثر من المقالات، بعمل تمام ريفيو للمنتجات باكثر من المقالات. تمام مفيش مشكلة. تمام، نعم، لكن بالاضافه الى هذا، فانا يعني كل منتج يعني عامل له ريفيو على الفيسبوك، يعني بنشر صفحه فيسبوك وبعمل ريفيو، وبعمل يعني تقريبا 15 منشورا الى 20 منشور فقط، بعمل لها يعني صفحه فيسبوك. وصدقني استاذ حسين ان صفحه الفيسبوك تتارشف ارشف على جوجل. صحيح. نعم، وهذا موقع لي تقريبا صفحتين على الفيسبوك تم ارشفها، وياتي ببعض المبيعات، يعني ليس مبيعات كثير، لكن يعني تاتيني مبيعات من الفيسبوك من صفحات. صحيح. يعني انا ما بعمل منشور عادي، بعمل منشور على البويري دكتور المعروف، وبعمل صوره جذابه، وبعمل وصف، وبعمل يعني اتخاذ قرار بتحويل مباشره الى صفحه البيع، وياتيني مبيعات يعني مش كثيره، لكن الحمد لله تاتيني مبيعات من الفيسبوك.
من هذه الطريقة من صفحات الفيسبوك. جميل، يعني طريقة مش ما بتأخذ كثير من وقتك يعني، وبتجيب لك مبيعات، فبالعكس إشي جيد يعني. ما شاء الله ما شاء الله. أنا استخدمت هذه الوسائل، يعني ربما هي بسيطة وغير معقدة، يعني رأيت في مدونة، يعني في دورة كليك بارك، أنها تجلب أرباح سريعة. نعم صحيح، تجلب أرباح سريعة وما بتكلف لا مال ولا يعني وقت فقط بسيط جدا. صح صح، بس هو بتحتاج من الواحد انه يستمر فيها، يعني ما يتوقع الربح من اول يوم، يعني لازم يستمر فيها ويشتغل ويعمل، بعدين حيلاقي النتائج زي ما انت صار معك بالضبط، النتائج الحلوه اللي بتتطور معه. فواحد بصير عنده ثقه اكثر، بصير عنده مبلغ مالي ممكن يستثمره في امور اخرى. لوحدك بصير عندك افكار، يعني فكره الفيسبوك وتأرشف، يعني هاي فكرة انت جربتها وزبطت معك واشتغلت معك وجابت لك بعض المبيعات، يعني ما شاء الله عليك، رائع جدا والله. أنا الآن أصبحت يعني بعد يعني عندي وقت فارغ، يعني بنتقل من منتج لمنتج آخر، يعني ما بنتقل المنتج حتى أنتهي من المنتج الأول، بعمل له فيديو قناة يعني مضبوطة، ثم أنتقل الفيديو المنتج الثاني طبعا بدور. طبعا، يعني قبل اختيار المنتج، يعني يجب أن تكون صفحة البيع جذابة، يعني بتعب على الزائر البائع في كليك بارك، يعني بتعب الزائر بجلبه لصفحة البيع، يعني ما بتكون صفحة تافهة، بتكون صفحة بيع جذابة والزائر لم ما يضيعش أكثر، يعني يشتري جميل وتأتيني مبيعات، يعني وأيضا منفعة للزائر الذي جلبت له المنتج، المنتج جيد وتدقيقه. حلو جدا، وهذا المهم طبعا. طبعا انت بتختار المنتجات، لازم تكون جديدة المنتجات ولا ممكن تختارها قديمة عادي، فيش عندك مشكلة؟ صراحة أنا عملت الآن حاليا على منتجين من جديدين ومنتج يعني له جرافيتي أسفل من 20، وهو صراحة يعني هو مقنع، ولكن رغم أنه قديم في كليك بارك، لكن أراه يعني صفحة ربط الزائر سيشتري طبعا، إذا يعني أرسلته إلى صفحة البيع سيشتري وسيتم حل المشكلة الذي يعاني جميل منه وبحث عنه سيتم حله إن شاء الله. ان شاء الله رب العالمين، جميل جدا. بس كليك بانك ما بتجرب شركات افلييت تانية؟ يعني ما جربت جي بي زو او اي شركة افلييت تانية؟ بس كليك بصراحة بانك انت مقتنع فيها لوحدها وفقط؟ أنا بصراحة يعني هدفي يعني كليك بارك فقط، خليني كليك بارك ما شاء بسيطة الله جدا ما حلو. فيش لا تعقيد. التركيز جميل، التركيز جميل. أنا جربت التسجيل في جي بي زو، لكن كليك بارك يمتاز بالبساطة وأخذ المنتجات ببساطة وطرى الأرباح ببساطة وكل شيء ببساطة. جميل جدا. طيب هذا السؤال عشان كثير بتكرر مع الناس، انت الان في المغرب، كيف تسحب ارباحك من كليك بانك؟ أنا بصراحة يعني استعمل بطاقة بايونير، استعمل بنك، بايونير، نعم جميل. استعمل بنك بايونير الأمريكي، بسحب عليه ثم اسحب من الصراف الآلي بشكل عادي من البطاقة. ما شاء نعم الله، جميل جدا جميل جدا. اخي محمد فعلا يعني كان لقاء مثمر جدا، يعني انا استفدت جدا منه، وما شاء الله عليك، يعني التطور اللي حكيت فيه قصتك بصراحة كان رائع. يا ريت كل الناس اللي سمعونا انه فعلا يشوفوا انه الموضوع مش مستحيل ولا صعب، وممكن انك تستغني عن وجود المال في البداية بالجهد، يعني تعمل شوية جهد مع صبر واقتناع بالفكرة وتستمر فيها، انه ممكن تجلب فعلا مال. فانا بحييك جدا على يعني اولا كرمك في انك قبلت انك تعمل معي هذا اللقاء وتحكي للناس عن قصتك وعن اسلوبك الربحي اللي بتعمله، لانه في كثير ناس بصراحه بهذا الموضوع عندهم مشكله انه ما بدهم حدا يعرف هو شو بيعمل. فانا بحييك جدا على شجاعتك وعلى كرمك معنا. وفي النهايه ايش يعني كشخص، الحمد لله الان يعني وصل مرحله جميله جدا في العمل اونلاين، شو بتحكي للناس المبتدئين، يعني الناس اللي لسه بدهم يبدأوا، ايش اللي انت حسيت انه انت فادوك جدا، يعني امور فادتك بشكل كبير في استمرارك بهذا الموضوع، ليش ما يئست، يعني ايش بتحكي للناس يعملوا؟ بصراحة أستاذ هاني حسين، يعني كنت لما أعمل تقريبا ساعة في اليوم، قررت أني أعمل أخصص تقريبا، لما لو أخصص 4 ساعات يوميا
في كليك بانك بالضبط. فتقريبا يعني منذ عملت تحدي شهر تقريبا تغيرت الارباح يعني بشكل مدهش تمام. تقريبا. تحدي انت تقصد انك تحديت نفسك، يعني تحديت نفسك انه انا بدي ورك هارد، يعني بدي اشتغل 4 ساعات في اليوم ضروري عشان اوصل لهذا الهدف، فصار في عندك تحدي. تمام، وهذا التحدي جزء من التركيز والاستمرار. يعني انت خلص تحديت نفسك انك تركز في هذا الاسلوب الوحيد لمدة 4 ساعات يوميا وتستمر فيه لمدة شهر، فهذا رائع جدا. تقريبا منذ الاسبوع الاول استاذ حسين صدقني ان كنت اطلع على صفحه يعني كليك بانك تقريبا المبيعات ضعيفه تقريبا اسبوع الى اسبوعين، وانهالت علي المبيعات بشكل لا يصدق استاذ حسين والله العظيم ما شاء انهال. الله ما شاء فلما الله. زارني صديقي يحب ان يعمل اونلاين فاخبرته عن الموضوع، اخبرته عن الدوره، انتبهت الدوره ولما رأى يعني صفحة يعني صفحة كليك بانك المبيعات قال اوه اصبحت مبيعات بشكل يعني ادهشه. يعني ما قلت شاء له الله. يعني ابدأ بالتطبيق، فخبرته بأني يعني سأبدأ بحجز دومين وبتدمينات. فبدأ يعني يراجع الفيديوهات، مرة فيديو مرة يتجاوز فيديوهين ثم يطلع على الفيديو، فخبرته ما تفعل. فقال لي أنا بدأت ما يعني فيديو من هنا وفيديو ولم يعني أستوعب شيء. فقلت له صدقني أنا بدأت بالدورة من فيديو يعني دقيق دقيق، يعني توكلت على الله. فسبحان الله يعني سبحان الله، انت شخص جاد جاد وعارف ايش اللي بدك اياه. في ناس لا بيكونوا بدهم يجربوا او بدهم يشوفوا او بدهم يتاكدوا. فسبحان الله، الشخص اللي بيبدا بهدف واضح وفعلا جدي في العمل، زي ما انت حكيت، حيشوف دقيقه بدقيقه وفيديو فيديو، مش حيترك حاجه وحيسال عن كل حاجه طبعا. ف سبحان الله، اللي بيعمل ربنا بيعطيه. يعني فنصيحة أن تتوكل على الله، فالكمال لله يا أخي أستاذ حسين. فربما أنا يعني تعرفت على الإنترنت في 2012، فما بدأت إلا السنة الماضية يعني تقريبا في الصيف الماضي، يعني أنا مستكمل السنة تقريبا. تمام. فكنت أنتظر طويلا يعني يوما ما، يوما تشرق الشمس، يوما أجد وقت، أجد راحة من الوظيفة، يوما يوما، فأنا ما أجد إلا تخلصت من أمر توكلت على الله. فتوكل ما على شاء الله. الله يعني بدون ما تنتظر ما لم يجد، فتوكل على الله وابتدئ. طبعا، وربنا خير وكيل طبعا، أكيد. ولا تعقد الأمور، فالأمور ببساطة. فكما رأيت أستاذ حنان حسين فأسلوبي كان يمتاز بالبساطة جدا، ما فيش تعقيد. فبدأت بنفذ خطوة خطوة ووضعت احتمالية فشل، فكنت مستعدا لتغيير أفكاري. يعني عملت قناة فشلت، عملت مثلا صفحة فيسبوك فشلت، حذفت خلاص وبدأت أجرب وأعمل فيديو آخر. بدأت المبيعات يعني تأتيني بمجرد يعني تيستينج وعمل يعني استمرارية في العمل. تمام. فأنصح أنك لا تنسى أن الفرصة، الله أستاذ حسين، أن الفرصة قائمة ولا تزال، ودائما حتكون قائمة طبعا إن شاء الله. ولا يمكن أنك تفعلها كما فعلتها أنا، كما فعل أستاذ أخونا محمد من الأردن لما عملت له مقابلة. نعم نعم نجح وينجح الكثير، وأن أنصح بأن تخترع العجل. بمعنى أنا عايز تطبيق مثل دورة كليك بانك، أنت أنا وقت البيزنس وتعلم وليس يعني مش معقد، يعني كل شيء بسيط وكل شيء يعني سهل جدا. ما شاء الله عليك أخوي، ما شاء الله. شكرا جدا على كلامك، وشكرا على المقابلة الحلوة جدا هاي، وأتشرف لك معرفتك جدا والله، أتشرف معرفتك يا أخوي. شكرا لك أستاذ حسين، وأشكر المتابعين أيضا، متابعين دوام هذا حسين دوت. الله يرضى عليك يا محمد، يلا شكرا لك والسلام عليكم، وإن شاء الله نشوفك بنتائج أكتر وأكتر، وإن ودائما شاء الله طمني نخش عنك، القمة الغربية، ما إن شاء تحرمني الله في بإيميلاتك حضرة أستاذ الحلوة. حسين. هاك إن القمة شاء الله الغربية رب العالمين، إن شاء الله، والله ما أعتقد السنة هاي يعني، بس إن شاء الله رب العالمين. الله يرضى إن عليك شاء يا الله أخوي، يا رب. يا رب. الله شكرا لك يخليك. أستاذ أحسن المقابلة. شكرا لك يا حبيبي، شكرا لك، السلام عليكم. سلام.
أوكي، أتمنى تكونوا استمتعتوا باللقاء. متأسف جدا على بعض الرداءة في الصوت، بصراحة أحسن إديتينج يعني ممكن ينعمل، ما فيش أحسن من هيك. للأسف أخونا محمد كان عنده مشكلة في الصوت، في تشويش، فمعلش يعني هذا بعض الرداءة اللي في الصوت كانت مشكلة، وهيك أنتوا اللي سمعتوه أحسن ما يمكن يعني. فإن شاء الله يكون ما أثر كثير على استمتاعكم بهذه الحلقة وعلى المعلومات اللي حكاها أخونا محمد، مشكورا طبعا. طيب الآن نبدأ ببعض النقاط اللي أنا شايف إنها كانت مناسبة جدا أي شخص مبتدئ يفكر فيها. الآن أول نقطة أتكلم عنها واللي أنا بصراحة كنت ضدها بصراحة، يعني أخوي محمد أكيد بسمعني الآن وحيعرف ليش. أول إشي إنه حكى إنه هو بطل العمل، يعني عمله الرئيسي اللي كان يجلب له راتب ثابت اعتزله كليا حتى يركز في الأونلاين بيزنس. الآن أنا ضد هذا الموضوع، ليش؟ لأنه في البداية ما بصير أبدا أنت تلغي أي ماني بدخل لك، يعني تلغي كل مصادر دخلك من أجل شيء لسه لم يثبت بالنسبة لك إنه يجلب لك دخل. يعني مفيش بروف واضح إنه أنت حيدخلك من البزنس أونلاين 1000 دولار، وبالتالي أنت استغنيت عن 300 دولار الراتب الأساسي. ما صار هذا الكلام، وبإنه ما صار أنا ضد موضوع إنك تترك عملك من أجل إنك تركز على الأونلاين، وأنت أصلاً الأونلاين لم تجلب منه أرباح بعد. فهاي هي المشكلة، اوكي؟ خصوصا انه اخونا محمد حكى لنا انه هو بيجلس 4 ساعات تقريبا يوميا في العمل، فاعتقد انه هذا يعني لن يكون مضر ابدا لو انت كملت شغلك وبعد الشغل اشتغلت ال4 ساعات اللي انت تتكلم عنها. فانا هذا رايي الشخصي، من المهم جدا لاي مبتدئ انه يكون عنده مصدر دخل علشان يقدر يصرف على البزنس تبعه، يصرف على نفسه، ما يمل، يعتبر انه البزنس اللي بيعمله اونلاين هو فعلا بيزنس لكن سيأخذ وقت. وبما انه ما فيش عليه ضغوطات المال لانه في عنده راتب ثابت، فممكن يستمر فيه. هذا الذي حدث معي بصراحة، هذا الذي حدث معي كمبتدئ. اول ما بدأت كان لازم يكون عندي دخل ثابت من وظيفة الحكومية اللي كنت اشتغل فيها في المملكة الأردنية، وهذا الدخل الثابت هو اللي خلاني اكمل. لانه لو ما فيش دخل انا ما كنت قدرت اكمل اونلاين، لانه الموضوع بدي اصرف على نفسي، بدي اصرف على عائلتي. انا الكبير وما زلت الكبير في العائله، يعني عندي في عائلتي، فلازم اصرف. فهذه اول نقطه اللي انا ضدها، فاتمنى من كل مبتدئ يحسبها صح في البدايه. النقطه الثانيه انه بدا التطبيق منذ سنه. تخيلوا سنه بدا التطبيق، منذ سنه. يعني مش مثل ما الناس بتحكي انه انا بدي اطبق لازم بعد شهرين اكون رابح فلوس. لا، اخونا محمد بدأ التطبيق منذ سنة. اعطي نفسك مدة وستجد ارباح. النقطة الثالثة اللي بتكلم عليها دايما واللي اتمنى من اي شخص بده يبدأ لازم يفكر يعملها، هي انه اخونا محمد فقط اشتغل على اسلوب واحد طيلة مدة التطبيق، السنتين. سنتين كاملتين هو مركز فقط على أسلوب واحد، يعني ركز عليه واستمر فيه، ثم الآن بعد ما بدأ يربح صار يفكر بتطويره. بدأ في البداية يحصل بكل شهر مبيعتين وثلاثة، بدأ يطور، قال لنفسه أنا بدل ما أشتغل ساعة ساعتين يوميا بدي أشتغل 4 ساعات يوميا. زادت المبيعات، الآن يفكر في التطوير، صار يدخل صفحات فيسبوك، ثم الآن فكر بالتطوير أكثر فصار يدخل موقع ومدونة، وقبلها اشترى دومين علشان يعمل ريدايركت، بدل ما يحط اللينك في الوصف صار يحطه في داخل الفيديوهات. شايفين ليش كل هذا الموضوع عنده والتطور؟ لأنه فقط مركز على أسلوب واحد ومستمر فيه، وبالتالي زي ما حكيت لكم بصير معلم فيه، لمعلم في هالموضوع، لأنه فعلا له سنتين مركز فيه لوحده، فبصير يفكر بأمور غيره مستحيل يفكر فيها. تمام، هاي ال3 نقاط اللي أتمنى من أي مبتدئ يبدأها. شفت الموضوع سهل، الشخص فكر في أسلوب، شاهد دورة معينة، دورتي كليك بك في 15، خطر في باله أنه أنا ما بدي أعمل موقع، بدي أعمل قناة يوتيوب. بدأ فيها، ركز فيها، استمر فيها، بدأت الأرباح.
الإشي اللي ما بيجيب له ربح بلغيه وبيسوي غيره في نفس الأسلوب. مش أنت اشتغلت يومين في قناة يوتيوب وما ربحت تروح تعمل صفحة فيسبوك لأنك سمعت في ناس بربحوا منها. ركز في أسلوب واحد رجاء، بعدين طوره، بعدين اعمل غيره، بعدين جيب ناس تساعدك عشان تعمل أنت غيره وغيره، وهكذا. هذا التطوير الطبيعي للدنيا، هذا التطور الطبيعي للبزنس في أي مكان في العالم. شكرا لكم، أتمنى أن الحلقة فادتكم، أتمنى أنه الكلام اللي تكلم فيه أخونا محمد فعلا في ناس بدأت تحس أنه ممكن يجيب لهم فعلا يكون مفيد لإلهم وتبدأ تعمله كما هو. الآن أخونا محمد للأسف طبعا يعني أنه ما رضي أو ما حب أنه يضع بعض بروفايلاته للأسئلة. أنا طلبت منه يعطينا مثلا رابط الفيسبوك أو صفحة إذا عنده صفحة أو إيميل لأي شخص بده يسأله، لكن هو بصراحة وأنا أحترم جدا رأيه ورغبته في أنه بده يركز بالبزنس، بدوش يركز في أجوبة الناس أو الناس تسأله أو هذه الأمور. وطبعا أنا بحترمه جدا على هذا القرار الواعي الدال على أنه فعلا مركز في عمله أونلاين. شكرا لكم جميعا على متابعتكم لي لهذه الحلقة، ونشوفكم بالحلقة القادمة.